لك عماد وصلوا أهل العريس، يلا تعال. لك بعدي هيك يا بنت، بعدي هيك، عيب عليكي، كأنك قاتلي حالك على الزواج، خليك تقيلة شوي. لك هلأ الجماعة بيفكروكي قاتلي حالك على ابنهم. شوفي أنت زوجة. اللي بعد هيك ما تتدخل بالبنت. لك معقولة ما أتدخل؟ ما بيصير ما أتدخل، رح يطلبوا هي البنت مني أنا، إلي اسمي وسمعتي، ما بخلي حدا يقول بنتي قاتلي حالها على الزواج. يه خلصنا عماد، لا تكون صدقت حالك، اللي بيسمعك بفكرك أبو العروس، أنا اللي رح أتزوج. إيه؟ بعدي بدك يا الحقوني. اسمعيني يوليا وبلا قلة أدبك، هاي تدخل فيها اليوم أحلى يوم بحياتك. إيه يا الله منك شو مفزلك. أنا متوترة كتير ليزا. روقي فتون. بعدي يا بنت، بعدي من وشي. يا اهلا وسهلا، شرفتونا، حلت علينا البركه. تفضلوا تفضلوا، شرفوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايش الدور؟ اهلين يا خانم، هات الجاكيت عليك. لا ما في. كيفك يا فصعوتي؟ والله مرتاحه هيك. يرضى عليكي. اهلا وسهلا، شرفتونا. في قلبك. يلا بوسي ايد امي. اهلين مس عمي. بنتي اتركي ايدي، انا ما بحب بوسه الايد وبتعرفي. يعني معقول هالحكي؟ ما بصير مرت عمي. لك اتركي ايدي، رح تعبي لي اياها بزاق هلا. بعدين انا بخاف كثير تنتقل لي انفلونزا الخنازير. ما منك خلاص. اهلين وسهلين جان. أهلين يا روحي. خدي الشوكولا والورد، ما بيصير يضلوا بيدوا للزلمة. هي عفوا، شكرا شكرا كتير. واجبنا؟ لا، وجايبه من النوع الغالي. يا ريت لو حطيته بيناتهم ورد استوائي كمان، لأنه فتون بتحبه كتير. الله يخلصني منكم. تفضلوا يا جماعة تفضلوا، ما بيصير يضلوا واقفين على الباب. تفضلوا. يا أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا تفضلوا يا جماعة تفضلوا. يا أهلا وسهلا. هلا أنا راح أحضر القهوة اللي كيف تحبها جدي. سادة يا بنتي. جان وسط لو سمحتي. وسط. مرت عمي مديحة. سكر زيادة. أنتوا بتحبوا تشربوا شي؟ لا حبيبتي أنا ما بدي. لا سما. وسط. سادة وسط. سكر زيادة. أنا رح روح ساعدة. إيه حضراتكم، طمنوني عنكم، إن شاء الله مناح. مناح يا ابني، نشكر الله. وإنت كيفك معلم اليوم؟ أنا منيحة عماد. مديحة خانم؟ ماني منيحة. هاتي جاكيت عنك. مرتاحة هيك اعتقني. ما منك خواص. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أهلا وسهلا. شوي 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 شوي. ليكي أي وحدة دولة جان؟ هالدولة ليش بقى؟ روحي وتفرجي ليزا. لك ليزا شو عم تساوي أنتي؟ ما بدي موته للزلمة. لك اسكتي فتون من شان الله. أنتي ما بتفهمي بالعادات بنوب، ليش ما بتعرفي كيف بيعملوا قهوة العريس؟ ما نكسة معانا؟ هي كيف بيعملوا قهوة العريس؟ نوريني. اسمعي هلا، هي القهوة إذا شربها العريس دفعة واحدة بيكون بحبك وبده ياكي، وإذا شربها شفة ورا شفة وعلى مهله معناها إذا أخدتوا بعضكم بيمشي الحال، وإذا ما أخدتوا بعضكم كمان بيمشي الحال، يعني مثل بعضها إذا صارت هالجوازة ولا ما صارت. فليزا إحساسي إنه لما تزوجتي كل هالخزعبلات ضلوا بقلبك وعم تجربي تعيشيهم هلأ بتجربة زواجي أنا، مو هيك؟ لك شو هالحكي اللي عم تحكي؟ من شان الله، يلا عملي القهوة إنتي يلا. إيه يا جماعة كيفكن وكيف أيامكن؟ ليك ابن عماد، هلأ اللي صار جانوا فتون شافوا بعضهم وعجبوا ببعضهم، ونحن بما إنه كباريتون من واجبنا إنه نجمع بينا. مزبوط يا بيك مزبوط، بس لو قطعتك عذرني، يعني بعتذر منك. العفو تفضل. أنا من زمان بدي أسأل هالسؤال بس ما صحت لي فرصة. ابننا جان بيك قديش بيطلع بالشهر تقريبا؟ ما نوم باب الفضول، لا تفهموني غلط، بس بيقدر يعيل بنتنا؟ لهيك عم بسأل. شو بك عماد؟ العمى بعيونك؟ شو ما بتعرف إنه هي أمور خاصة؟ شو بك؟ معلمي نحن عم نعطيك بنتنا. أنا بشتغل بالتمثيل مثل ما بتعرف عماد بيك، ولهيك قديش بطلع بالشهر ما عندي فكرة. طيب عم تقرأ شي سيناريو جديد؟ سمعنا آخر فيلم لألك كان فاشل.
شو؟ بالوقت الحالي عم شوف كم سيناريو ومبدئياً ما في أي شيء. فهمت علي؟ خلاص مين مفكر حاله هاد؟ ما بكفي قبلنا نجي نطلبها لفتون؟ قوموا لشوف خلونا نمشي بطلنا. أمي لو سمعتي عادي مكان عادي لشوف عادي شوي. عماد بيك يا ابني نحن في عنا مستشفيات ولا حرف. ابن نجان هو الوريث الوحيد إلون، يعني بالمختصر المفيد أنا بذات نفسي ضمنان جان وحياته، لهذا السبب ما في لزوم تقلق على شيء. القهوة صارت جاهزة، تفضل جدي. يسلموا إيديك يا بنتي الحلوة. اليمين ولا اليسار يا ترى؟ يمين يسار. مرت عمي مديحة. ميرسي. يا الله يمين كان ولا يسار؟ شبكي فتون، ليش عم تحكي مع حالك؟ ولا شي حياتي. منيح، يسلموا هاليدين. صحتين وهم. صحة. إذا بتحبوا تشربوا مي ليك على الطاولة هون. يسلم. عادي حبيبتي، خليكي هادية ولا تتوتري. خير أمي؟ شو صار؟ لك شو هاد اللي عملتي؟ أنتي بدك تموتيني؟ قلبي مليان منك من دون شي. هذا فنجان ولا جان؟ وجان كان لازم يشربه مو أنتي. يعني كنتي ناوية تقتلي جان أنتي؟ شو هالحكي؟ خلصنا أمي، يعني صار في سوء تفاهم. هاتي أعطيني قهوتي وخذي هاي قهوتك شربيها، خلص ما عاد في مشكلة، حلينا. حياتي فتون، يسلموا ايديكي. صحتين وهنا حبيبي. طالعة بتجنن. فرطت نعتي جدي. ليك عواد ابني، معروف سبب زيارتنا لعنكون. الأولاد شافوا بعضهم وكمان حبوا بعض، أكيد حبوا بعضهم. إيه، ونحن بصفتنا كبريتو فمن واجبنا إنه نجمع بيناتهم. يعني نحن جايين لحتى نطلب إيد فتون على سنة الله ورسوله لابن نجان، تعطونا؟ إيه طبعاً طبعاً يا بيك، يعني أكيد أكيد. بس هالقصص هي ما بتتم لأنه بس الشاب بيحب البنت. ليزا. عماد شو عم تحكي ولك؟ هلأ البنت بيطلبوها ألف شاب وبيتزوجها واحد بس، ما هيك حضرتك؟ اللي مو هيك؟ فتون مين بده يخرب بيت حاله ويتجوزها غير ابني الأهبل يعني؟ ونحن مع هذا كله لازم نسأل البنت وناخد رأيها. فتون شو بتقولي يا حياتي؟ مبروك. أنا موافق على زواجكم. ألف مبروك. أخيراً مبروك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. حاسة قلبي رح يوقف. يبارك فيك. أمي خلاص حبيبتي جيبي أرجع لوقتك. ليزا شوفي من عند الصبح شو بكي مثل الزومبي. بدي فوت على تواليت من بعد إذنكم. يعني شو ساوي لكم حامل؟ اسمعي لأقول لك شغلة، ليزا وعماد وفزلكتهم الزايدة بلشوا يضايقوا لي خلقيها. ترجع البنت على بيتها تتحل عنا، واقفة فوق راسنا مثل الحماية المجنونة. إيه والله معك حق، زودتها كتير بتصرفاتها. لازم نصالحهم مع بعض وبسرعة وبأقصى سرعة.
بس كيف؟ ليكي فتون، عم تخطر ببالي فكرة بس. عروستنا الحلوة يا بيضة يا حلوة بتروح مشوار. بس يعني هنادي خانم جاية على الحنة وقاعدة بعيد، ما بصير. يلا تعالي وقفي معي، يلا قومي شاركيني بالغنية، يلا لك خلصيني. يلا قايمة قايمة، أهم شي ما تعصبي، مو ناقصني غير إنك تولدي هلأ. قليلي شو بدك يعني أعمل؟ ليكي سهلة كتير، بتضلي لاحقتيني وعينك علي ومندور حواليها. عروستنا الحلوة يا بيضة يا حلوة بتروح مشوار من دار لدار. حاج بقى يلا خلصينا من هالمراسم، طقت روحي وملي هيك ما بصير. يلا ما بنحطط انا كمان خلص، طولي بالك. عروستنا الحلوة يا بيضة يا حلوة. لك فتون ما بصير تعملي هيك، حياتي كلها ما شفت حنة مثل هي اللي عم تعملوها. هيك بيعملوها؟ عادي لو سمحتي هنادي، الحنة مو شرط. طبعا طبعا شرط أساسي قبل العرس. لك ليزا، طالما أنت بتحبي كل هالقد الحنة وحمام العروس، ليش ما عملتيه لما تزوجتي أنت؟ ايه طيب خلص تكرمي، ما رح نعمل شي، زعلتيني وقهرتيني من قلبي، خليها غصة بقلبي لحتى موت. بلاها الحنة بلاها. لا تتضايقي من اللي قلته، بس يعني هلكتيني من الصباح على عروستنا الحلوة يا بيضة يا حلوة، عروستنا الحلوة يا بيضة. لا خلقي من هالجملة. فيني لكم شغلة يا بنات، شو رأيكم تخلصوا من هالحنة تبعكم فورا؟ لأنه أنا رح اختنق، ما عاد فيني أقعد ولا لحظة بهالبيت. ليش لوين رايحين؟ على بار وفي كاريوكي، حجزت لكم المحل كله، شو بدنا من الحنة وهالشغلات السخيفة؟ ما عم صدق، ليش ما حكيتي من الأول هنادي خانم؟ كنا عملنا الحنة هنيك. يا الله أنا شو عملت لك لحتى تقصصني بهالبنت؟ طيب رح نعمل الحنة بس من غير ما غني لكم، رح نعمل الحنة عادي لشوف. يلا خلصينا ليزا بسرعة، يلا حطي قد ما بدك حنة، يلا خلصيني. هيك لك أنا معلمي، وأخيرا أنت رح تتزوج، بصحتك. عماد دخي لعيونك وعيون كل سلالتك، خلص هالكاس وخلينا نمشي بقى. والله نهاري كان طويل كتير اليوم، تعبت، كان صعب كتير اليوم، ولهلا ما كان يعرف يخلص. يلا بوس ايده. بلا حكي فاضي معلمي، اجينا لحتى نودع لزوبية، لسه رح نرفع كاسنا ورح نسكر على الاخر، رح نفيق الصبح وما رح نكون متذكرين اي شيء من اللي عملناه بهذا اليوم، فهمتني؟ هلا هيك بتنعمل هالقصص يعني؟ يعني بصراحة ما بعرف، انا ما حدا عمل لي حفلة توديع زوبية من قبل، تزوجت هيك بدون وداع. فيني أسألك سؤال واحد لو سمحت؟ إيه طبعاً شرف اسأل. هلأ أنا وفتون مجبورين إنه نشتغل ونلتهي بالقصص يلي أنت وليزا ما عرفتوا ولا قدرتوا تعملوا ولا ما تزوجتوا يا ترى؟ وليش مكبر القصة؟ شو بصير إذا ودعت العزوبية شي مرة؟ ها؟ ليش بدك تكسر لي خاطري؟ على فكرة سديت لي نفسي، والله عيب عليك، ما حبيتها منها. بس شوي منشاني هنادي خانم، سايريني هالمرة. ليزا عن جد ما في داعي، شكرا لك. لا مستحيل، ليكي أنا عملت كل هالحنة بلا ما نكبها، وبيقولوا إنه بتفتح النصيب. لو كان مزبوط يلي أنت عم تقولي، هوهو كنت تزوجت من زمان. أنت متأكدة؟ طبعا متأكدة، أنا جاهزة، يلا خلونا نطلع. ممتاز، يلا فورا يلا. أفتون؟ نعم. بدي أسألك سؤال. شو؟ عماد ما رح يكون، ما هيك؟ ليكي إذا بيجي عماد والله خلاص اطمني، عماد ما رح يجي. ليزا ايه بس جان قال لي هنادي خانم. شو نطلع؟ ايه طبعا فتون خانم، أنا بأمرك، وإن شاء الله اليوم كون عند حسن ظنك وأدي واجبك كشوفيرة ووصلكن بخير وسلامة. حضرتك سبينا هلا وأنا رح طفي القضوية وإجي. أنا برا ليزا. يلا جاية، لا تطولي فتون. ألو جان، شو أخبارك؟ طمنيني فتون، شو ساوي بحالي يا عمري؟ رح تطلع روحي بعد شوي، عماد ما هدي ولا دقيقة. والله والله اللي عندي كمان رح تطققني، شو عم تساوي هلا؟ حبيبتي على أساس إنه بدنا نمشي بعد شوي، لأنه يعني إذا بضل شوي زيادة رح أغزه بسكين لهالتافه ورح أذبحه وأخلص منه على الآخر. ليكي ليكي لازم سكر، ماشي بحكي معك.
اسمعني، لا تقعد، يلا قوم لشوف. قوم معلمي. انت ليش مصر انك تزعجني وتضايقني؟ قديش سهل عليك انك تكسر القلوب، مو انا رفيقك. عماد روح اطلع وقف تاكسي او شي سيارة وخلصني، انا بدفع الحساب وبلحقك، يلا خلصني قوم. ليكي فتون، هاي هنادي دمها تقيل بس اجت على الحنة تبعك وحجزت لك بمطعم، يعني ست منيحة ماشي حالة. قليلي ليزا انت يلا صبايا خفوها رح نتأخر، عم تشتغل شغلة المخلوقة. تحمست كتير. انا رح غني اول غنية. واخيرا شرفوا. ليش هيك سويتي؟ لو بعرف ما كنت اجيت، ليش ما قلتي لي انه عماد هون؟ لك حاجه ليزا، اف دلع زايد مو حلو حتى لو بيحبك. ايه انا ما عم بتدلع. زوجتي الحبيبه الغاليه ليزا، وصديقتي المحبه فتون، ومعلمي حبيب قلبي جان تيكين، ومديرتي هنادي خانم، اهلا وسهلا بكم جميعا بحفل التوديع العزوبيه المختلطه. رح نفتتح حفلتنا باغاني فرايحيه وبتخللها شويه حزن، فتفضلوا ارتاحوا لو سمحتوا اعزائي الحضور. يلا ليزا حاجه تعي خلصينا. شوي يلا تعالي يلا تيست 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 واحد واحد. والان على شرف زوجتي الغاليه ليزا، حابب اني بلش بقطعه مؤثره بعد اذنكم. I love you I love you do you love me yes I do I love you I love you do you love me yes I do if you want me tell me tell me if you love me kiss me kiss me if you want me قلت لي احجزي المكان بالكامل وحجزته، قلت لي جيبي الصبايا وجبتهم، بس عرض عماد هذا عن جد ما فيني اتحمله بالمره. حاسه فيه ذاتي رح يطقه، انا رح اهرب. ديروا بالكم انبسطوا قد ما فيكم. تمام اكذب عليك لو قلت بحبك لسه، اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه، اكذب عليك. أمال أنا إيه يا ليزا؟ قول أنت أنا إيه يا حبيبي؟ اختار لي بر والله أرسى عليك. ليزا يا روح قلبي أنا بحبك كتير، بحبك ليزا. شبه سامحيني ببوس إيدك يا عمري مشان الله. لك روح وترجاها ببيتكم، خلصنا بقى شو هالقصة معك. معناها يلا غني. أمي غني يلا. بس أنا ما بعرف غني أبدا. فتون يلا كرمال خاطري أمي غني. يلا حبيبتي أمي يلا. يلا فتون يلا. يلا فتون يلا فتون حيو امي يلا فتون يلا فتون. اعطيني رح غنيت عن هلا احلى غنيه. يلا يلا سنسي صادت نيمش تطمدم بلمام كي انمن يزسيدي ne yapsam silemem ki seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli alıştım hasretine gel de sen gelemem ki. خلاص ليزا، لك الله ياخذني اذا بعيده. خلاص ليزا خلاص ما عاد عيده. لك ليزا بلا حركات سخيفة حبيبتي، فهميني شو بدك مشان حل هاي المشكلة، خلصيني بقى من هالقصة. ليزا ليش هيك عم تعملي فيني؟ قليلي بدي عزبك فيك تطلب منها تاكسي. شكرا صرت معتذر منك ألف مرة وبعدين غنيت لي. خلاص حل عني عماد هلكته. لك ليزا بس عطيني فرصة أخيرة. عماد سكوت بقى كرمال الله مو طايقتك. سكوت لأني مو طايقة اسمع ولا حرف منك. خلاص ما عاد فيني بالزور يعني. ليكي فتون انتي خديه لليزا وانا راح امسك عماد على جنب وخلينا نحل هالموضوع لحتى يجي التاكسي، والا عن جد راح ياكلوا بعضه. طيب انا رايحه لعنده. عماد خلص بس تعال لعندي. تعال انا لا عم نادي احمد افندي. لك تعال بدي احكي معك كلمتين يا غليظ. تعال خلص روقي حبيبتي ما بدي روح. شو بك انت الثاني معصب؟ يعني اذا ضليتوا عم تتخانقوا لشو بدكم توصلوا؟ لو اعرف بس لو اعرف يا معلمي. لك مو رضياني حتى ان تسمعني، ما عاد اعرف شو بدي ساوي. ايه وشو الحل معلم؟ ليلى انت عملت كل جهدك مشان تصالحنا مع بعض، انت زلمه معدل. شو هالحكي هذا؟ واجبي لك عماد. ليك جان شو بدي اقول لك جان؟ اذا بيصير لي اي شيء لك يا ابني افتح تمك بالخير. شو بس دقيقه معلمي بس دقيقه. فروض صار شيء بدي منك وعد،
ليزا والبيبي بأمانتك ماشي؟ عماد إذا سفقتك راس هيك والله ما بتعطس من بعدها. شو هالحكي اللي عم بتقوله؟ شو أنت مجنون شي؟ اسمعني شوي والله عم أحكي جد، وعدني معلمي وعدني. مثل ما بدك بوعدك. دخيل ربك دخيل قلبك يا معلم، انت ما في منك عن جد. ليزا الزلمة ندمان كتير، مو شايفة بعيني؟ انا حالتي صعبة فتون، انا كمان حالتي صعبة، انا اخر فترة كل الوقت عم بقعد لحالي بالبيت. بعيد الشر عن قلبي، اذا صار لي شي مين بده يدير باله على الولد؟ ليزا مو معقول لك كبري القصص. هذا عماد ما بدير باله على الولد، ما رح يدير باله حتى لو ابنه، انا بعرف شو عندي. يا الله بعيد الشر عنك، بس انت اكيد بتديري بالك عليه، ما هيك فتون؟ انتي ما رح تتركيه لحاله بالدنيا. ايه انتفخ قلبي والله. انا كمان انتفخ قلبي. ليكي فتون اسمعيني، اذا صار لي شي مو منيح، بعيد الشر بس لنفترض انه صار، بتربي لي ابني ما هيك؟ انتي رح تضلي جنبه وما تتركيه صح؟ لك طبعاً يا هبلة، أنا خالته اللي بحبه. بعدين شو عم تقولي هلأ؟ هلأ بتروح عماد وبتطيب خاطرة، فهمت؟ أي طبعاً أنت. شو بدي أعمل أكتر؟ شو قصدك شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل أكتر؟ طلعت وعملت لها بهلوان، طلعت وغنيت بصوتي على المسرح، أنا مثل الكلب نزلت على ركبي، لك شو بدي ساوي لأكتر؟ اسمعني ولك، هلأ بدك تروح تحل هالمشكلة، مرتك حامل حامل، فهمها؟ أنا ما قلت لك وأنا كمان هيك رأيي. لك مو انتي مرته القديمة للممثل جانتي كين؟ مبلا مبلا انتي هي. قولي عليكي بهدلتي للزلمة قدام العالم، ايش هالفضيحة؟ شو قلتي؟ عفوا منك بس انتي منتبهة على حالك شو عم تحكي؟ شو دخلك انتي؟ يلا انتي وياها مو ناقصينكن عند هالمسا، يلا روحوا من هون. لك وقفوا لوين؟ أصلاً من تحت راس اللي مثل كونسور تقرف الزواج وحياة الله، فهمتي؟ ولسه منقول ليش الرجال ما بدهم يتزوجوا؟ تعرفوا شو السبب؟ من تحت راس اللي مثلكن واللي راكدين ورا المصاري. أنا ما عاد فيني أتحملك أكثر، تعالي هون. وين أصلاً؟ تعالي هون. تعالي هون. تعالي هون. تعالي هون. تعالي هون. يا جماعة افتكروا ايش بقول. لاما سيدي انا بدي اشتكي على هالتنين، هجموا علي وضربوني. اصلا انا اللي بدي اشتكي عليها سيادة الضابط، هن اللي بلشوا بالاول. ممكن تسكتي شوي؟ كنا ماشيين بحال سبيلنا سيدي وهن اللي تحركشونا. كذب، ما صار هيك شيء ابدا، هن اللي بلشوا. يا بنتي بقى خلص، يا بنتي ممكن تسكتي بقى. سيدي اسمعني لو سمحت، كل واحد فينا مشغول لفوق راسه، زدتهم بالحبس لهدول وخلصنا. ليكي اذا بتحكي كلمة زيادة رح زدتك الك بالحبس، لا تكوني بالصورة. خلص فتوني بترجاكي بقى تهدي شوي حياتي لو سمحتي. سيدي شوف شو عملوا بوشي لو سمحت، كنا واقفين وجو ضربونا. شو قلتي؟ العمى شو كذابة، هن اللي تحركشوا فينا. جان مو قدراني امسك حالي، بدي اشرب من دمه. سوكي بكفي فتون، شبكي شو صار؟ عيب النظارة، لا لا ما بسمع الكلمة ابدا. سيدي سؤالي للذوق. جان امشي معي. سيادة الضابط، سيادة الضابط، سيادة الضابط بدي اقول شغلة. بكرة عرسي، تفضل شرفنا يا فتون. خدها من وشي عالنظارة. يلا يا سيدي معقولة يعني هذا الشيء؟ البنت بكرة عرسة، يعني مو معقول تسجينا اليوم، فلو سمحت يعني منقدر نحل هذا الموضوع بيناتنا، أكيد منلاقي له حل. طيب معناتها أنت كمان لازم ترافقها، يلا خدوا لي هذا على النظارة كمان. يلا يا سيدي. لا شو رأيك إنه ناخد صورة سيلفي أنا وياك؟ أو إذا بدك بعطيك تقطيعي بدون حبيبتي، قولي له قولي له إنه أنا ممثل مشهور. يا سيدي بس يا جماعة، يا عماد شو بدي ساوي أنا معلم؟ عماد عمل شيء؟ لازم تطالعون من هون عماد، بكرة عرسهم. ما لنا غير هنادي. ما رح اتحملك لا انت ولا مرتك اكتر من هيك سيد عماد، بكفي كل شي تحملته منكن اليوم، دبروا راسكن لحالكن. اف ما ردت الخانم؟ لا لا ما ردت. عمل شي عماد، عمل شي وخلصها لفتون. بكرة عرسة شو ما بتعرف؟ هلأ فتون عرسة بكرة وجان ما عنده عرس يعني؟ لكن لاقي حل عماد.
هلأ خطرت على بالي شغلة يا أخوانا. يا ربي دخيلك على هالنهار، يعني ما كان ناقصني غير هالشغلة هي. عن جد ما كان صفيان غير إنه نام بالسجن، وأنا اللي كنت أعمل لحالي شو هالليلة الرايقة هي، شو هالرومانسية، قامت إجتنا هالمصيبة. حبيبتي بدي أقول لك شغلة. قول لشوف. صار عنا قصص ما بتتصدق وشغلات كتير لحتى نحكيها لأولادنا وأحفادنا، ما هيك؟ حبيبتي فيني أسألك سؤال؟ فيك تسأل. أنت خايفة شي؟ بنوب، مع أنه هي أول مرة بفوت فيها على السجن، لازم أخذ لي كم صورة لحتى أحتفظ فيهم للذكرى. ليكي فتون، أنا ما عم بسألك عن هون، بكرة عرسنا يا هبلة، خايفة شي؟ وإنت؟ أنا قلبي رح يطير من الفرحة. يا ريت لو أمي وأبي كانوا معي بهالكم يوم، بأول مرة ما كنت حاسة بالقصة بس هلأ غير. يمكن يكونوا عم بيشوفوكي، يمكن يكونوا من فوق عم بيراقبوكي. إذا عم يشوفونا هلأ أكيد أبي بيكون زعلان منكم وطايقك. تعرف شو؟ بكرة أنا رح ألبس فستان أمي جان، كنت مخبيته لليوم يلي بده يتزوجني فيه الزلمة اللي بحبه، لهيك أنا ما فكرت ألبسه أول مرة. خلونا نرجع لجوا. مو معقول شو فاجرة ولي عليها الشكوى تبعنا ونحل حبيبي. نتفكري شعراتي عن جد. كلمات شو عم يحكي معهم له أكتر من ساعة؟ يا شباب ليكو، جان تيكين ممثل مشهور وفي عنده كتير معارف، وبما أنه أنتو إلكن خاطر نحلها سقطوا حقكن، ويا دار ما دخلك شر. كرمال الله شوف شو عملت بوشي، شوف شو عملت فيني، خطيبته مدري مرته، أي مخرج رح يعطيني دار هلأ؟ لك هاي القصة سهلة وبتتضبط بالمكياج، لا تخافي ابدا، هاي شغلتي انا، اتركي لي هالقصة علي. ليكي انا قطعت عهد قدامكم، رح خليكم تمثلوا مسلسل معنا وبوعدكم. يلا تقبروني، خلونا نرجع لجوا ونسحب الشكوى تبعنا ونحل حبية. خلصنا، تأخر الوقت. هي بس دقيقة جان. انا رحت راسي ونام تعبت، بكره عرسي لا تنسى، مو حلوة اطلعوا عيوني مورمين. اي معك حق، خلينا ننام. تصبح خير وانت من اهل حبيبتي، حط راسك من هالجهه. ماشي فتون، غطي حالك بلا ما تاخدي برد. ايه لا رح نام هيك. لا تتركي لي ايدي. ايه يلا الحمد لله على السلامة، الجماعة سحبوا الشكوى والضابط قال فرجوا عنهم بس ما يأرجوني وشهم. الحمد لله. يلا الحمد لله على السلامة. هي أكيد هنادي، هنادي أنت ما في منك. يلا 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 خلينا نطلع. نفدنا. تعال يلا طلعونا. تعال. ما عم صدق عن جد انت بطل هي الليله يا عماد، وبدون اي منازع كمان. قلي كيف قدرت تقنعه؟ قلي ليش شوف، احكي لي يا عماد بالله. اسمعي حبيبتي، انت ما بتعرفي كل المواهب اللي عندي، يعني هي واحده من مواهبي. لك دخيله حبيبي الذكي اللي عقله بيوزن بلا. هي القصه كثير بسيطه، لسه ما شفتي شيء حبيبتي. قومي. عماد وين هنادي؟ انا لازم اتشكرها هلا على الشيء اللي عملته، ليل مع نهار عم تركض ورانا هالمسكين. اها هنادي. ايه هنادي. هنادي. ايه هنادي. انت عن جد مفكر هنادي؟ اي طبعا هنادي. مشكلتكم عماد اللي حلى بنفسه معلم. عن جد حبيبي لما بتشتغل من قلبه رب ما في منك. هات بوسي. شو كأنه تصالحوا هالاثنين وخلصنا منه. ايه هيك بطلي بطلي. الله يخلي لي اياك. بعملت هيك حليتها ولا يهمني. بتعرف اني بحبك كثير وما فيني اعيش بدونك.
يا جماعة خلونا نطلع من هون فوراً لأنه بلش الضوج من هذا المكان كتير. إيه بس عيب عليك معلم، كنت اسمح لنا بدقيقة زيادة بس. روح على بيتك عماد، روحوا على بيتكم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.